حفلات النجاح مع أحمد الماجد وإكستريم سبورتس. أحمد تفضل. السلام عليكم. بالبداية جمانة كنت شوق بجرب إن شاء الله الأسبوع الجاي. يعني. ومعرفي صراحة يعني البرزنتيشن اللي سويتيه عجيب، فأنا مو وايد شاطر بالكمبيوتر، فيعني سامحوني على البرزنتيشن البسيط. يمكن قالت اختصار اسمي أحمد الماجد، بس من بلشت ماي بزنس غيرت اسمي لين إكستريم سبورت. أوكي، فأي موظف عندنا يشتغل، إحنا عندنا أكثر من 25 موظف، فكلهم قمت أسميهم إكستريم سبورت 1 2 3 4 5. لأن اللي ما يؤمن بالبزنس ماله أتوقع إنه ماله أي مكان إنه ينجح. فلازم انك انت من تقوم من الصبح صدق تؤمن انت شنو قاعد تسوي، وانت عارف شنو التوجه اللي راح توصل له. يمكن صراحه انا كنت جدا سعيد لما جاء لي اتصال من وطني للاتصالات وقالوا لي ان نبيك تشاركنا بخبرتك البسيطه اللي مريت فيها خلال السنوات الماضيه، وتبلغ اخواننا اصحاب المشاريع الصغيره ان شنو ممكن احنا نساعدهم. بالعكس احنا كنا نتمنى الفرصه تكون لنا موجوده لما بلشنا مشروعنا من 2003. فباخذكم برحله صغيره على مشروع اكستريم سبورت وشون بلش من بدايه 2003 لليوم، والحمد لله اتوقع ان بالبدايه هي ولليوم قصه نجاح ودي ان اشارككم فيها. طبعا شنو اكستريم سبورت؟ اكستريم سبورت هو بالبدايه بلش محل متخصص لبيع المعدات الرياضيه المتخصصه لتبع جميع شرائح المجتمع. الفكره والفكره جت ان احنا كنا ودنا ننشر الوعي الرياضي بالكويت. يمكن مثل ما تفضلت اختي جمانه، نسبه السمنه ونسبه الناس اللي ما يتحركون نسبه قاعد تزيد بشكل خيالي. فهني وين انبثقت فكره اكستريم سبورت، ان احنا نبي نسوي وعي رياضي مو بس بالمحل، حتى من ناحيه الاكتيفيتيز اللي نسويها. طبعا احنا بلشنا بالبزنس من 2003. كان عمري بذاك الوقت يمكن 20 او 21 ماني بتذكر بالضبط. مثل ما قال الفكره انبثقت ان احنا ناس رياضيين نمارس الرياضه ونشارك ببطولات عالميه، واكثر معداتنا اللي كنا نستقطبها كنا نطلبها من الاونلاين او نروح نشتريها من برا. فقلنا ان ليش ان احنا ما نوفر هالمعدات تكون بالكويت مثل ما احنا حابين، وكان عندنا شغف الرياضه انه ممكن ان احنا ان نكون هالبضاعة موجودة. بلس انه كان بنفس الوقت انه مثل ما قلت لكم نسبة السمنة بالكويت والناس اللي عدم الحركة، وانه ما حد كان يمارس الرياضة بالشكل اليومي. فهم هذه كانت قصة من قصص اكستريم سبورت، ان احنا شلون بلشنا الفكرة. فهذه الصورة اللي تشوفونها على اليسار، هذا اول يوم احنا فتحنا المحل ب 2003. زين كنا صغار تو طالع الشنب، يعني ماكو حتى ما نعرف شيء اسمه بزنس بذاك الوقت. زين فبلشنا انه بس انه حب ان احنا بنسوي بزنس، ودنا ان احنا الاربعه اللي تشوفونهم احمد وعبد اللطيف وحمد ان هم نفس الشيء، ان احنا ربع من احنا صغار. فقلنا نبي نكمل هالشيء انه يربطنا مع بعض، وللحين الحمد لله علاقتنا قاعد تزيد مع بعض، ان هذا هم كان هدف من 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 انشاء البزنس. طبعا اول مره توصلنا بضاعه، طبعا مثل ما قلت مثل ما تشوفون اول يوم او هذا ما كان عندنا اي مكان نخزن بضايعنا، فهذا جراج البيت. فكل واحد يحاول يستغل اي ربعه بالبيت او اي شيء، انك بس انك تحاول انك تنجح، كل واحد بيقلل قد ما يقدر من ناحيه المصاريف. زين بالبدايه، ومثل ما قلت لكم يعني انا حتى دراستي بالجامعه ما كانت اباوت بزنس. زين كنت ادرس علوم سياسيه للاسف، فما كان لها علاقه، فما اعرف شيء اسمه بزنس، ولا كان عندنا التوجيه ان 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 يقولون لنا شنو الخطوات العمليه اللي تمر فيها. فاليوم عن طريق هم هالمعرض هذه فرصه ان الواحد ممكن يستفيد من اخوانكم الموجودين او الناس اللي بلشوا البزنس. طبعا اعتبر انا اول سنتين او 3 سنين الاكستريم سبورت كانت فشل فشل. زين فشل مادي. زين وكنا خساره اول 3 سنوات، خساره يعني خساره بحته. كل الناس يقولون صكوا البزنس صكوا البزنس صكوا البزنس، بس ان احنا كان بالنسبه لنا ما كان هدفنا بس ربحي. طبعا اكيد هو بزنس اللي يعني فلوس، بس الاساس كان زين الربح الاساسي كان منها كانت النولج اللي هو الاشياء اللي كنا نتعلمها، اختلاطنا بالناس، عرفنا ان الحياه شلون صايره. فهذه كانت تسوى لنا اكثر من ملايين. يمكن يكون ايش دعوه لا تبالغ، بس انا حتى لو رد فيني الوقت نفس الشيء راح اسوي نفس الطريقه، لان هذا السجل وين احنا اكتسبنا الخبره. لليوم لما نقول من 2007 هني سجل، لما نقول انا الكيك اوف على قولتهم 2007 كان هو
الستارت الصجي حق اكستريم سبورت وشون ان احنا بلشنا. اعتبر بلشنا قصة النجاح اساسا كانت ب 2007. طبعا اي شيء بالدنيا ما يصير بدون علم او بدون ثقافة. مثل ما قلت انا لما قمت اسوي قمت احلل اعرف شنو كان الخلل عندي، ليش انا ما اعرف بزنس، ليش ما اعرف، ليش 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 ما اعرف. ف وكنت بذاك الوقت كنت اشتغل باحد الجهات الخاصة. يوم من الايام كان اقول اروح قدمت استقالتي، كان اقول هذا مو مكاني. مثل ما قال جمان انا ما احب اقعد على المكتب. رحت قدمت اوراقي على احد الجامعات وكانت رانكت نمبر 8 بالعالم، جامعة لوزان في سويسرا. ودرست تخصص يمكن غريب، تخصص سبورتس مانجمنت، اوكي، تخصص في إدارة الرياضة، اوكي، اللي هو لا علاقة 100% بالبزنس مالي، لان كنت مؤمن ان انا اليوم من الايام انا راح يكون مصدر رزقي من هالشركه. فطبعا كل شيء بالحياه فيه له مجازفه او ريسك، بس انه يسمونه شيء كالكوليتد ريسك، ريسك مدروس بطريقه معينه. فالحمد لله رحت اي اكسباند ماي نوليدج، تعلمت كل دقيقه وانا هناك ادرس برا. كنت احاول اني ما اضيع ان اتعلم شنو الطريقه الصحيحه انا اسوي البزنس، اتعلم شنو الطريقه اللي ممكن انا ابلور نفسي حق الحياه افضل. وطبعا الحمد لله طبعا كان في عندي اهداف، ما رحت بس راندم، كان عندنا خطط مكتوبه تعلمناها مع الوقت. من 2007 اول مره رديت، اللي هو من 2006 اكشلي لين 2007، اخر 2007 من ثمار الدراسه وثمار التعب اللي هو ظل بالسنين اللي طافت. انزين انشانا ثلاث شركات هي ناشئه من اكستريم سبورت، اللي هي ذا ثري كلوب، برو فيجن سبورتس مانجمنت، وكي كلاين كويت، اوكي. فهذه نفس الشيء، هذا حصاد الشركه اللي احنا بلشناها من 2003. اليوم احنا كاكستريم سبورت طبعا عندنا ثلاث محلات، اوكي، ثلاث محلات مختلفه بالكويت. نفتخر ان عندنا اكبر محل للدراجات الهوائيه والرياضات المتخصصه بالميدل ايست، بنفس الوقت موجود بمركز مجمع التلال، وعندنا محل بالمارينا ويفز، ومحل بالسالميه، وشوبين شوب بالافنيوز. وطبعا اليوم الاساس للبزنس عندنا هو التوزيع، فنوزع مو بس بالكويت، حتى بالخليج نوزع بضاعتنا واللاين كومبليت لاين مالنا. طبعا اكيد نجاح اي بزنس هو الناس اللي ورا البزنس، طبعا مو احمد الماجد ولا عبد اللطيف العثمان، هو التيم وورك. اليوم الحمد لله الشركه من كنا اربعه، اليوم احنا عندنا اكثر من 25 موظف. كلهم انا اعتبرهم الواحد اضربه بخمسه، فعندنا اتوقع اكثر من 500 موظف، لان صدق هم مغيرين اسمهم من واتيفر لين اكستريم سبورت 1 2 3 واتيفر، لان ذي بليف ان يوم من الايام هذا المصدر الدخل مالهم، وصدق عندهم ملاء لهالناحيه. طبعا اتوقع ان اللي خلانا ناجحين زين هو مو بس البزنس، بالنسبه لنا البزنس انه بس ان احنا نعيش حياه كريمه، خلينا نقول. بس الاساس مالنا ان احنا دائما ان نؤمن ان نعطي، زين مثل ما احنا خذينا نعطي، فدائما ان نؤمن giving back. مثل ما انا عجبني اسم المعرض give Kuwait، ان لازم نعطي بدون مقابل، مو شرط كل شيء لا مقابل. فالحمد لله ان احنا اشتركنا مع وايد جهات خيريه بالكويت وخارج الكويت، مثل The Big Tree Foundation، كويت اكستريم تيم، هو فريق نفس الشيء انه يشارك ببطولات عالميه باكثر من 33 دوله. كل فلوس الريسز اللي نادت تروح حق جهات خيريه. اشتغلنا مع بيت عبد الله وغيره من الجهات الخيريه. طبعا اور فيوتشر اكسبانشن، زين مثل ما قلنا احنا نشتغل بالخليج، زين بس ان نبي نكون عندنا فلاج شيب ستور بالخطه الجايه، عندنا ان شاء الله بالدوحه، بقطر، وبعدين عقبها ان شاء الله عندنا مسقط بعمان. فهذه الفيوتشر اكسبانشن حق اكستريم سبورت طبعا انا حاطينه خلال الثلاث سنوات الجايه ان شاء الله. هذا السؤال طبعا جاي لي من الوطنيه، ان if you could do it again what would you plan better or change. انا اقول nothing صراحه، ما اغير ولا شيء، ان الطريقه اللي بلشت فيها اغلاط للراس، بس الواحد يتعلم. لو برد بسويها مره ثانيه يمكن ما تضبط نفس الطريقه، لما ساعد واحد يكون عشوائي نوعا ما، لازم يتعلم، وتتعلم بالطريقه اللي على دائما يقول ذا هارد واي. انا دائما احب الهارد واي، لان الطريق السهل دائما يوصل حق نتيجه سهله اتوقع انها مو محرزه. ذاتس ات. اللي عنده اي سؤال اكون جدا سعيد اني اجاوبه. شكرا.
في احد عنده سؤال؟ احد عنده سؤال؟ يعطيك العافيه وما قصرت. ونفس ما شفنا احمد الفشل ادى للاصرار، الاصرار ادى للنجاح. الف مبروك النجاح ومن هالاعلى ان شاء الله.